لكن لا يوجد اي تفاصيل اخرى حتى الان، ولكن احنا من قلب الحدث وهنحاول نطمنكم ونحاول ان شاء الله يكون يعني هذا الحادث ما ينتجش عن خسائر مشاريع كتيرة. لسه مستكملين معاكم متابعينا الكرام، متابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، بنطمن لحضراتكم ان شاء الله يكون يعني ينتهي هذا الحادث، ما يكونش هناك يعني خسائر بشريه كتيره، ربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها يا رب. بنطمن حضراتكم حتى الان يعني قوات الانقاذ النهري بتحاول انقاذ ما يتم انقاذه، ما زلنا الان حتى الان يعني ما فيش معلومات مؤكده عن وجود وفيات، ولكن ما زلنا بنرصد لحضراتكم، ما زلنا بنرصد لحضراتكم ومستكملين معاكم في التغطية الحية والمباشرة الآن لحين يعني أي معلومة مؤكدة عن وجود وفيات، لكن بالطبع يوجد مصابين في هذا الحادث الأليم، ولكن زي ما حضراتكم شايفين يعني قوات الجهاز الحماية المدنية والإنقاذ النهري متواجدين في المكان، وإن شاء الله يكون هذا الحادث يعني ما فيهوش أي يعني. هنوريكم المكان دلوقتي، احنا في محافظة المنيا بالتحديد، في مدينة المنيا بالقرب من قرية مجوسة، بالقرب من قرية مجوسة حصلت هذه الحادثة يعني في الصباح الباكر. زي ما قلت لحضراتكم يعني كان صدمة كبيرة، الأهالي صبح والصبح لقوا قطرين خابطين في بعض، ومنهم المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني هوري لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين الأهالي الكل قاعد بيتفرج، الكل قاعد بيشوف، الكل بيدعي بيقول يا رب سلم ما يكونش هناك وفيات كتير في هذا الحادث الأليم، ربنا يسترها يا رب إن شاء الله يعني ما يكونش هناك خسائر بشرية كتيرة. قطار النوم اللي حضراتكم شايفينه يعني زي ما حضراتكم شايفين قطار النوم وقطار آخر، يعني حصل حسب كلام اللي موجودين والأهالي اللي موجودين قال لك خبطوا في بعض من ورا، كانوا في نفس الاتجاه، حصل التصادم، فحصل إن سقطت بعض العربيات في ترعة الإبراهيمية كما تشاهدون الآن متابعينا الكرام. بنرصد لحضراتكم لحظة بلحظة من قلب الحادث. نسأل الله السلامة يا رب العالمين، يا رب سلم، نقول يعني ربنا يسترها إن شاء الله ما يكونش هناك يعني عدد وفيات كبير، لأن المشهد اللي حضراتكم شايفينه مشهد صعب، مشهد يعني نسأل الله السلامة يا رب العالمين، ربنا يسلم وربنا يستر بإذن الله. ما زلنا متابعينا الكرام متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 من كل مكان، من قلب الحادث الآن ومن قلب من مكان الواقعة التي يعني اصطبحنا عليها في محافظة المنيا في الصباح الباكر، والكل طبعا كل في صدمة الآن، يعني عايز أقول لحضراتكم المشهد زي ما حضراتكم شايفين الأهالي الكل موجود متجمع، اللي رايح المدرسة اللي رايح الشغل كله طبعا بيتجمع بيشاهد الحادثة وبيدعي دعواتهم كلهم بدعوات بالرحمة والمغفرة ان شاء الله يعني ما يكونش هناك وفيات، نسأل الله ان ربنا يسترها ويكون عدد خسائر بشرية في هذا قليل في هذا الحادث الأليم. دعواتكم متابعينا الكرام، دعواتكم ان ربنا يسترها وان شاء الله ما يكونش هناك خسائر بشرية، المنظر زي ما حضراتكم شايفين صعب جدا، صعب للغاية، يعني نسأل الله أن يسترها على الجميع وإن شاء الله ما يكونش فيه خسائر بشرية، ما يكونش فيه وفيات في هذا الحادث الأليم، ربنا يستر إن شاء الله. حتى الآن لا يوجد أي معلومات مؤكدة عن وجود وفيات، ولكن نسأل الله يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قوات الانقاذ النهري موجوده عند في ترعه الابراهيميه، المكان يعني متواجدين، وقت وقوع الحادث بالظبط كنا اتحركنا على المكان زي ما حضراتكم شايفين، مشهد صعب للغايه، يعني نسال الله السلامه للجميع، ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم.
معاكم الآن في تغطية مباشرة من قلب الحدث، نسأل الله السلامة يا رب العالمين. بس يا ريس عشان في لايف كل شيء. بس شوف لنا كده قطر الرقم كام ده؟ قطر النوم صح؟ والقطر الثاني قطر الروسي؟ الثاني ده روسي؟ ده قطر النوم بس. يعني متابعينا الكرام، هو زي ما حضراتكم شايفين القطر الاساسي هو قطر النوم، القطر اللي خبط فيه ورا مش عارف ده قطر روسي تقريبا او جرار، مش عارفين حتى الان. يعني المشهد غير يعني واضح المعالم، لان احنا حتى الان زي ما حضراتكم شايفين المشهد، احنا دلوقتي بننقل لحضراتكم ما يحدث من قلب الحدث. نسأل الله السلامة وربنا يسترها إن شاء الله، ربنا يسترها ما يكونش هناك خسائر بشرية كثيرة في هذا الحادث الأليم، يعني اللي اصطبحت عليه النهاردة محافظة المنيا.